بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبابنا الطيبين جزاكم الله خير. اليوم سوف أتكلم في حاجة مهمة جدا وضرورية جدا. ما أقول هذا الكلام حتى يعني أحرص على أنكم تبقون للأخير، لكن هذه حقيقة حقيقة، وستكتشفون هذا في أثناء الكلام أو بعد الانتهاء من الفيديو. يا رب يا كريم، سنتكلم كيف نتمرن على اللعب. نعم، نتمرن على اللعب واللهو، لأننا احنا يعني جئنا في منطقة لعب. مثلا واحد راح لمحل ترفيه لعب أو ألعاب أطفال، يلعب أطفال وهو كمان مراجيح وحاجات، ولكنه مهموم، ولكنه يأخذ الأمور بجدية. لماذا لا أفعل مثل هذا؟ كيف أمرجح نفسي مضبوط أكثر منه؟ ولماذا لا أفعل هكذا؟ ولماذا هذه الزحليق هذه لا أتقنها؟ لماذا هذا يعرف أكثر مني؟ وننظر لأنفسنا يعني في منطقة ألعاب، ننظر لها الجدية، نعيش في منطقة اللعب بالجدية. الإنسان إذا ما يعرف أنها منطقة لعب فهو يأخذها بجدية، يأخذ بجدية. مثلا واحد يلعب لعبة فيها مثلا حواجز وعقبات وهكذا، لعبة على الكمبيوتر ولا على التلفزيون ولا على اللابتوب ولا على الجوال، فهو إذا جرحوه وهو يلعب، انجرح الذي في الشاشة جوا، انجرح، نقول ما هذا، آذاني، هذا فعل بي كذا، لازم مرة ثانية أنا أقتله وهكذا. وفي الليل تأتي كوابيس، أنا جاءني كذا، هذا الطفل يفعل هكذا، يظن المسألة جدية لأن عنده هو فطري أكثر مننا نحن، لا يفرق بين الخيال والواقع. الخيال هو الحقيقي، الناس عكست تظن الخيال كلام فاضي، الخيال هو الحقيقي، ما رأيته في الخيال هو موجود فعلا، موجود فعلا. كيف تشوف حاجة غير موجودة؟ موجود. مهما شفت من خيال، لو شاف واحد في قديم الزمان في الخيال أنه معي قطعة صغيرة هكذا ولكني أكلم إنسان برا في الخارج، هذا خيال، لكنه موجود ووجد الآن، لكن في زمانه ما كان موجود. كل شيء تراه إما كان في سحيق الأزمان من قديم بعد سيدنا آدم. تشوف وحوش، هي مي وحوش، حيوانات حقيقية عايشة يمكن مسالمة، ولكن أنت تراها كأنها وحوش لأن أنت ضعيف، لو غير ضعيف لا ترى هذه الأشياء. فالمهم هذا يعني شارع خرجنا منه قليلا، ولكن ربنا قال عن الدنيا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أنا أقرأ من هنا، لعب، إنما يعني ليست الدنيا إلا لعب ولهو، ليست جدية. يفسرون تفسير آخر إنه في فاصل بين الدنيا والآخرة، ما في فاصل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. في السماوات، هناك ليست مجسدة حتى تكون بعيد. أنت المجسد يا الإنسان، ولا أنت أصلا عندك اثنين، مجسد وروح، نفس زكية، عندك الاثنين، أنت عيش هناك والعب مع هذا، العب مع الدنيا، أو عيش بجدية هنا وانسى الآخرة. الآخرة لأنه فرق بين الدنيا والآخرة. الدنيا يعني حيوات متعددة، لما تقول حياة الدنيا والقصوى، يعني مثلا واحد فقير مشرد، واحد ثري عنده الطيارات والسيارات، هذا دنيا وهذا قصوى، حياته قصوى من نفس المستوى، وحياة ذاك الدنيا
لكن ربنا ما قال الدنيا والقصوى، الدنيا والأخرى مختلفة، أخرى أخرى، لأن هذه من مستوى واحد ولا الصفر إلى مستوى مليون كلها الدنيا، حياة الدنيا، وهناك الحياة الأخرى مختلفة. حتى تعرف ما معنى الحياة الأخرى، لا فيها أكل ولا شرب ولا شيء. ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينادي منادي لأهل الجنة، جعل الله وإياكم منهم. إيش يقول المنادي؟ يعطيه أربعة تأمينات غير موجودة في الدنيا، أربعة لا يؤمنون عليها أهل الدنيا إلا بالكذب، يعطيك تعويض وليس التأمين. يا أهل الجنة، المنادي إيش يقول؟ يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها في النعيم ولا تموتوا أبدا. أحد يعطي تأمين ضد الموت؟ ما فيش. إن لكم، منادي يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، ما في مرض. تأمين ضد الأمراض، خذ. المنادي نادى خلاص انتهى، لا موت ولا مرض. إذن هذه اثنين، أجي كمان الثالث إيش هو؟ يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، تقعدوا شباب. عمرك كم؟ مليون؟ مليار سنة؟ مثل ما أنت شباب، لا يمشي، تمشي عليك الأيام، جسدك لا يتغير. طيب الرابع، إن لكم أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، لا ترى الفقر، ليس مثل ندخل فندق وننبسط وهذا ما شاء الله رفاهية وكل شيء موجود، ثلاثة أيام أربع أيام بعدين انتهت، أو شهر شهرين إذا في ناس أغنياء راحوا برا وشافوا هذا الطيارات والفخامة وبعدين رجعوا إلى قصرهم الذي هم متعودين عليه أو عشتهم مهما كان. إذن نعيم ما عاد في بؤس، في تأمين ضد البؤس؟ ما فيش. في تأمين ضد المرض؟ ما فيش. ضد الموت؟ ما فيش. فهذه حياة أخرى. عشان كذا قال للدنيا من الصفر إلى مستوى مليون، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، اللي يأخذها بجدية هو اللي يتعب. ليش النكد في حياتنا؟ أخذنا بجدية، مثل اللي يلعب على الكمبيوتر مثلا، يلعب على الكمبيوتر على الجوال، كلنا لعبنا صغارا وكبارا، الآن يلعبون على الجوال مثلا، شوف لعبة وأمشي فيها وأتسلى. فإذا جاء عقبات أزعل ولكن مو كثير، عارف إن هذا لعب، أحاول مرة ثانية، يلا ثالثة، يلا رابعة، يلا عشرة، إلين أصير ممتاز فيها. الخبير المحترف وقع كذا مرة، أو مثلا يجي واحد يقتل مات، يلا كيف الحياة، كيف أرجع للحياة، يذهب يأخذ أشياء كذا ويرجع حي ويمشي يواصل. هذا الذي يواصل ويستمر لعبة يعرفها، والذي يخاف من أول مرة، ما هذا كسروني أنا ما أستطيع، ولا كيف اللعبة هذه صعبة. ففي ناس أخذين الحياة الدنيا دنيا، ليش؟ أول شيء الوقت قليل، اللعبة تأخذ فيها كم ساعة؟ ساعة تلعب ساعتين، في ناس يأخذ يوم ما نشغل. المهم بعدين يوقف، لازم ينام، لازم يغير. فالحياة الدنيا مؤقتة، كم العمر؟ 100 سنة؟ 150 سنة؟ يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني 100 سنة بالنسبة ل100 سنة عمر الإنسان بالنسبة ليوم في الآخرة عشر يوم. أنت تقول 24 ساعة، عشرها كم؟ عشر 24 ساعة كم؟ 2:40، 2.4 2:30. هذا الدنيا كلها زي 2:30. لو أخذتها باللعب قلت خلاص أنا الآن في ملعب، ولدي مات، ما هذا لكنه موجود، فأنا ما أحزن كثير، أحزن قليل، يوم يومين خلاص، لأني عارف أنها لعبة، أتأثر من اللعب، أني أنا ما فزت خسرت،
ماذا كيف أسوي؟ الله أحاول بعدين مرة ثانية. زعلت قليل ولكن بعدين رجعت مرة ثانية للعبة ولعبت. فهكذا يا أحبابنا في الله، إنما الحياة الدنيا لعب. ربنا يقول لك هي لعبة، أنا بخليك هنا فترة 60 70 80 100 سنة، العب العب، لا تأخذها بجدية، ليست حقيقية. إنما الحياة الدنيا لعب، ما قال إنما الحياة الدنيا حياة، ليست حياة. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، لا تحتاج فيها إلى أحد، ولا في منافسة ولا في مقارنة، أنا فقير هذا غني، لا. سوق، في سوق في الجنة ها تغير شكلك، في سوق في الجنة ما في كاشير ولا في أمن، تدخل تأخذ ما شئت وتذهب. هذا الجدي الحقيقي، الحياة الحقيقية، ليس فيها واحد متسلط عليك ادفع فلوس ولا ما تأخذ النعيم، ما تتنعم بالسيارة ولا بالبيت ولا بالساعة ولا تتنعم بنظارة ولا تتنعم بملابس كويسة، تدفع. وعلشان أدفع أكرف أشتغل، هذا لعب، خذها لعب وتنبسط في الدنيا، تنبسط وبعدين في الآخرة تنبسط، لأن الدنيا تعبها شديد. يعني 8 ساعات في اليوم، 10 ساعات لعمرك كله علشان متعة 100 سنة، 20 يوم في الآخرة. وللآخرة إيش المطلوب؟ قليل ومتعة كثير. والدنيا كثير تعب ومتعة قليلة ومؤقتة، وكمان طالع نازل، في هبوط، تلقى نفسك تكره الحياة، وتلقى طلوع تقول ما في أسعد مني على ظهر الأرض. لكن هناك إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، تصحوا فلا تسقموا أبدا. يعني إذا أنت مريض الآن ها، خذها لعبة، قل يلا خليني أعيش المرض، عيشه، آي آي ألم ألم. أنت لما تسوي كذا يبدأ جسمك هو ها، أنت اثنين، أنت الأبدي بعد الموت ما تموت، وأنت الجسد المؤقت. قل لجسدك، كلمه، اعتبر نفسك أنت واحد ثاني، وأنت فعلا واحد ثاني، قل له أصبر شوية، هذه لعبة، لو أخذتها بكذا يروح، يروح المرض. خل الإيجابيات دائما مع جسدك ومع من حولك، تنفعك أنت، غيرك ممكن يتنفع ما يتنفع، لكن جسدك حقك يستفيد. سوي تجربة، وأنت تقدر تسويها سهلة، جيب وردة، وردة حمراء خضراء صفراء زرقاء اللي يكون، جيب وردة وضعها في النافذة، وردتين، وجيب وردة ثانية وضعها في نافذة أخرى، وفي الصباح، في الصباح اشتم وردة، هزئها كلام سوء، أنت وردة لا فيك رائحة، ومن منظرك أنت لست جميلة، ما هذا الشيء اللي غير كويس فيك، لا تعجبيني، أنا لا أحبك. حتى لو قلت أنا لا أحبك، بلاش تشتم، قلنا لا أحبك، هكذا عبس. وبعدين اذهب إلى الوردة الأخرى، تكون بعيد شوية عنها، وقل ما أحلاك، ما أجملك، أنت وردة جميلة. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد ذلك أشوف إيش يحصل في الوردتين، أعطينا النتيجة في التعليقات وموجود في اليوتيوب أخبار مثل هذه، حتى وضعوا طعام ووضعوا أشياء يعني زي كذا، يسوون عليها تجارب، موجود بحوث في هذا الموضوع. فأنت لما تكلم نفسك أنت جسدي مؤقت، أصلا إحنا مع بعض مؤقتا، والحياة الأخرى ذات النعيم والتأمينات العالية، الحياة الحقيقية بعدين، أنت معايا مؤقت. فأنت مريض مو مشكلة، هذه لعبة صارت،
كذا بعد ذلك يتغير، لأنه في قانون، القانون هذا يقول لك ما ولد في الزمان يموت في الزمان. يعني جاء المرض اليوم الفلاني سوف ينتهي يوما ما، لابد، ما جاء في الزمان ينتهي. أنت ولدت في زمان تموت في زمان. الروح ما لها مال الزمان، نفسك أنت ذاتك الإنسان الحقيقي ما له دخل بالزمان. أنت داخل هنا جاي عند فيديو تلعب لعبة، المية السنة دي لعبة، يعني ساعتين ونص لعبة، ساعتين ونص لعبة، لهو ولعب. مات الولد، مرض الولد، انصدمت السيارة، انظر لها لعبة. صح أنت مو معناته لعبة تترك حقك، لا، واحد سوى لك أذية في سيارتك خذ حقك، بس أنت إيش، ما في زعل كثير، إحنا نلعب. هذا صار الحادث، لازم له طريقة حتى يصير تعويض. أمشي فيها، أمشي في أنظمة الدنيا، أمشي فيها، لكن جوا ما في أحاسيس جدية. بعض الناس يموت من خسارة فلوس. في إنسان قالوا له في 10 دكاكين 10 محلات، إحنا نقول في السعودية دكاكين، محلات أو دكان تجارية، كلهم تجار، يعني تجار كبار حقين الخشب، يشتروا يبيعون الخشب الأخشاب. فسرق، جو في الصباح، هم يفتحون الساعة 9 10، كل واحد يفتح مختلف. فجاء تاجر ليفتح محله، وجد إنه الباب مكسور، دخل في الداخل، وجد إن المال كان مال بسيط مخليه للكاشير، سرق المال. شيء ثاني ما أخذ، كلم الشرطة يجون عشان سووا تقرير، انتهوا، وهم يريدون الذهب، وهو دخل في محله ما في مشكلة، 2000 ريال المبلغ اللي يكون بسيط يعني. في من 10 دكاكين واحد، من 10 المحلات واحد محله بعيد شوي، يعني بعد 5 محلات أو 4 مو مشكلة، بس ما هو لصيق لهذا المسروق دكان. جاء، إيش هذه الشرطة ماذا تفعل؟ قالوا له سرق ذلك المحل، أغمي عليه، وجاته جلطة، ودخل المستشفى، ورحنا نزوره، سلام كيف الحال، طيب إيش في خير إن شاء الله، إيش فيك سلامات. قال هؤلاء الحرامية كثروا وانتشروا، بكرة هذا بعدين هذا بعدين سوف يسرقون دكاني. قلنا له يا أخي الذي سرق محله موجود في محله، ما مرض ولا تعب. قال هذا أهبل، هذا أهبل لا يعرف الخطر. ابتسموا وأضحكوا، هذا أخذها بجدية، أخذ الحياة الدنيا ولو كان ملياردير، ذهب المليار مثلا، الله، مرة ثانية اللي جاب المليار يجيبه مرة ثانية، يبدأ من جديد يسوي تجارته وراح خلاص. هذا اللي يأخذها بجدية هو اللي يتعب. الأمراض تأتينا لأن أخذنا الحياة بجدية. ليش؟ هذا الشغل ما جاء وما أدري، طيب ما جاء أحاول مرة ثانية وأدعو الله وأمشي، لا تكون العقبة أبقى عندها. مثلا واحد يقول إيش، أنا أريد أشتغل ولكني عاطل، ليش ما تشتغل؟ قال صعب، غيرك اشتغل، ما كان عنده شيء، صفر مهارات، ما فيش، راح في اليوتيوب قال كيف طريقة إصلاح المكيفات، وتعلم من اليوتيوب إصلاح المكيفات، وصار مهندس مكيفات ويشتغل ويجيب فلوس. قال أنا ما أعرف للمكيفات، أنا كهربائي، أحب في البيت أصلح الكهرباء ولا شيء. طيب تعلم في اليوتيوب، الآن سهل المواضيع، ليس زمان أول، تعلم في اليوتيوب كيف الكهرباء والمعدات والأشياء، وكل مرة اشتري معدة صغيرة، وأعلن عن نفسك. في واحد يقول ما عندي مهارة فأنا واقف، واحد يقول ما عندي مهارة سأتعلم المهارة، فرق بين الاثنين. ها؟ واحد العقبة يقول كيف اتجاوز هذه العقبة، واحد ثاني
يقول في عقبة، خلاص أنا أجلس أنام. في عقبات تعداها كأنك تلعب في الألعاب، في عقبات صح ولا لا؟ نتعداها نتجاوزها. نسأل واحد ثاني بالله هذه العقبة كيف، أنا مشيت مثلا اللعبة 50 مستوى، مشيت 20 مستوى، الآن 21 جالس لي فيها أسبوع ما تجاوزته، لو سمحت ممكن تدلني كيف؟ أو يروح في اليوتيوب اللعبة الفلانية كذا كذا المستوى 21 كيف التجاوز. واحد ثاني يوصل 21 يقول والله خلاص، بعد 5 سنوات يقابلوه ناس يقول والله لعبة كويسة بس مستوى 21 صعب. إذا صعب قل غيري أجاده، إذا هذا أنا فقير، لكن في ناس مليونير. طيب أنا أقدر أصير مليونير؟ إيوة أستطيع، أستطيع مدام هو مشى أنا أقدر أمشي. أي واحد فعلوش شخص على ظهر الأرض أنت تستطيع تفعل. إمكانيات واحدة عندكم، ما أعطى الله واحد زيادة، مخ زيادة لا، روح زيادة لا، نفخت فيه من روحي، يعني القدرات كاملة موجودة عندك وعندي وعند هذا وعند هذا، لكن عيش في الدنيا لعبة، غيرك أخذها بجدية أو يقول لك أنت ما تفعل كذا سوي كذا سوي كذا. طنش، طنش عن كلام الناس، طنش عن الفيديوهات اللي تشاهدها وتهبط مستواك، ارفع مستواك شوي، العب العب. اللي يلعب دائما مبسوط مسرور، ليش؟ لعبة. حتى لو جاء عقبة قال يلا اليوم ما قدرنا، بكرة إن شاء الله تدحين أنا بنام أو رايح شغلي، لما أجي من الشغل أكمل اللعبة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، انبسط تمتع كيف، وربك مخبي لك حياة عظيمة أخرى، أخرى تأمينات اللي تبغاه فيها ما تشتهيه الأنفس، هذا كمان زيادة، فيها ما تشتهيه الأنفس، نفسك إيش تشتهي تحصل على طول، على طول ما في تأخير، اقرأوا عن الجنة. وتلذ الأعين، شفت شيء بعيد هناك ما تقول أنا إيش هذا، لا يجيك النعيم اللي عند شخص مثلا شفته، شفت نعيم شخص ما في بؤس، ما تبأس، شفت النعيم اللي عند هذاك عجبك أكثر من نعيمك، تأخذه كله كومبليت، مو تأخذه هو وتخليه فقير، لا تأخذ مثله، يصير ما في زعل عندك أنت وياه، أنت صرت خلاص ما تزعل، ما في غضب، ربنا يحبك دنيا وأخرى، وقال لك الدنيا لعب، العب وتعال عندي أنا أبسطك هناك، مو بعدين أبسطك بعدين، لا أنت العب وستجد كذلك الحياة الأخرى معك، البسط معك، الراحة معك، السعادة معك، السعادة والراحة والطمأنينة ليست مربوطة بالأموال ولا مربوطة بالأشياء، إذا ربطتها بالأشياء معناته صغرت نفسك، أنا صغير وهذه السيارة البيت القصر كبير، هو يسعدني، عشان كذا أنت تلقى المشاكل، ليش؟ لأنك حقرت نفسك اللي كبرها الله. انظر لنفسك كما يراك الله، يراك الله عظيم، خليفة، يراك الله عظيم. الملائكة، ملائكة لما جاءوا قالوا أتجعلوا فيها ويفسد فيها يسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلم، أنا أعرف هذا الذي خلقته ليس كما تقولون. فأنت أسعد ربك وأسعد نفسك ودع الناس وألعب وألهو، وإن شاء الله نجتمع هناك وتجد الجنة كمان تجيك بسرعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.